آخر مباراة. ده خبر عاجل. رايت نايتس تطلب حضور مباراة الأهلي والزمالك في كرة سلة بالجزيرة. ده الآن المباراة دلوقتي، واوريدي الألتراس جم ودخلوا. الاثنين ولا لسه الزمالك الالتراس بيروح؟ اهلاوي جه الاهلي راح. ودخل، بالظبط، سمحوا لهم. هما يعني هيوافقوا اكيد طبعا، مفيش طبعا وقت لا ما اعتقدش هيوافقوا، لان وايت الاهلي والزمالك في نفس في الصاله ومفيش تامين. دخلوا الوايت نايتس، الوايت نايتس دخل حاجه. ايوه ما انا بقول لك انا عارف اصلا. لا دي حاجه كويسه ورساله كويسه، دي مسج كويس. اكمل بس كابتن وليد، انا يعني فانا شايف لا خلاص كابتن هشام. فكابتن سيف انا شايف ان الكفه متساويه جدا في مستوى الطموح عند اللاعب، عند اللاعبين في الانتخاب. تتوقع مين يبادر يا كابتن؟ يعني مين يبادر بالهجوم؟ مين يبدا بشكل ضاغط؟ مين النهارده يبادر بالاهداف؟ انا شايف ان الفرقتين هيبداوا الاثنين خايفين من بعض من وجهه نظري، واعتقد ان ممكن الشوط الاولاني يطلع تعادل، لكن ممكن يبقى في تغييرات في الشوط الثاني، هي دي بقى اللي هتفرق ثقافه اللعيب وال هنقول الاداء البدني هو اللي هيفرق. مين هتفرق؟ الفرق الجاهزه، انتاج الانتاج. طيب كنت عايز تقول حاجه على الجمهور يا كابتن؟ لا انا بقول ان دي مسج كويسه جدا جدا، يعني النهارده لما يبقى في مباراه اهلي وزمالك في الجزيره، ويبقى في دخول وسماح للالتراس اهلاوي وزمالكاوي ان هو يبقى موجود، اعتقد ان دي مسج كويسه قوي للناس كلها. اهو احنا ما عندناش اي مشكله طبعًا. على الرغم ان هو مش في استاد بقى، ده في منطقه حيويه، هو الناس يكون عندها الوعي ان تخش وتخرج بره، بس من غير تجاوز. اهم حاجه بعد المباراه بس ما نقولش. ما هو ده اللي انا بقوله، ان شاء الله خير سمح، يبقى اكيد ان شاء الله هيبقى في ان شاء الله باذن الله. بشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم بعد اللقاء. نطلع نطير سريعا فاصل ثم نعود بعد الفاصل الى استاد اللقاء وفعاليات الشوط الاول من لقاء الانتاج الحربي وطلائع الجيش، ومع نجم التعليق كابتن محمد الراعي. فاصل ثم نعود. طيب خبر عاجل، الغاء مباراه الاهلي والزمالك لكره السله. ما لحقتش افرحك يا كابتن هشام، ما لحقتش افرحك. فاصل ثم نعود.